يلا اجري بسرعة يا سبايدر مان، اجري اجري قبل ما الخفاش ده يعمل فينا حاجة. ايوه يا هالك يلا بسرعة. مش هتلحقوا تجروا، ها 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 ها، يلا خدوا بو. ايه اللي بيجرى ده؟ ايه اللي بيجرى يا سبايدر مان؟ مش عارف يا هالك، يا هالك انا بدأت اترعب. يا خبر، احنا تحولنا خفاش كده ليه؟ هو انت عملت فينا ايه يا خفاش؟ وعاوز مننا ايه؟ رجعنا تاني لطبيعتنا. ارجعكم لطبيعتكم؟ ده انا ما صدقت عملت مهمتي. ها 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 ها، انا كده خلصت مهمتي. مع السلامة يا حلوين، باي. استنى استنى يا خفاش، ما تمشيش وتسيبنا كده. يا نهار ابيض، ده مش هيصل يا هالك. هنعمل ايه دلوقتي واحنا كده تحولنا لخفاش؟ مش عارف والله يا سبايدر مان، بس انا كل اللي انا عارفه ان انا حاسس اني جعان قوي وعاوز اكل اي حيوان من حيوانات الغابة، غير كده انا ممكن اموت. وانا كمان يا هالك، انا برضه حاسس بنفس الاحساس. تقريبا الخفاش ده حولنا ان احنا ناكل بس من حيوانات الغابة. احنا دلوقتي مضطرين نصطاد من الحيوانات علشان ناكل، هنعمل ايه؟ ايوه، ما هو مفيش حل غير كده يا سبايدر مان. يلا بينا بنروح نصطاد، لان انا ميت من الجوع قوي. يام 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 يام، الجزرية بتاعتي جميلة قوي. يام 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 يام، ايه ده؟ مين اللي جاي عليا ده؟ ده سبايدر مان. هو انت عامل كده ليه يا سبايدر مان؟ تعالى يا حبيبي، انا عاوزك في مشوار مهم قوي، مش هتلحق تكمل اكل. تعالى الحقوني الحقوني، انا اتخطفت. يوم 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 يوم، بجد الارنب ده كان طعمه حلو قوي، بس صغير، لازم اشوف اي حيوان تاني. تعال معايا يا فار يا حلو، انت انا جعان. ايه ده؟ انت عاوز مني ايه؟ الحقوني الحقوني. اجروا يا حيوانات الغابة، اجروا الحقوا فيها الخفافيش في الغابة، هم ابطال خارقين وبياكلونا، اجروا بسرعة. يا خبر ابيض، سمعت يا كلبوب على الخفافيش اللي عمالة تاكل الحيوانات اللي في الغابة؟ انا بدأت اترعب قوي. ايوه يا قطقود، انا فعلا سمعت، انا بدأت انا كمان اخاف. تعال ما نهرب بسرعة قبل ما يجي يخطي ياخدونا احنا كمان وياكلونا هم. يوم مش هتلحقوا تهربوا، يلا تعالوا معانا. الحقونا، حرام عليكم سيبونا، الحقونا. انا لازم اجري بسرعة، ربنا يستر محدش يجي يمسكني منهم، الحيوانات كلها عمالة تهرب. ايه ده؟ سيبني سيبني، حرام عليك، الحقوني، الخفاش خطفني. يوم 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 يوم، الحمار ده طعمه حلو قوي، كان عاوز يهرب ومفكر اننا مش هنقدر نمسكه. برافو عليك يا خفاه. كويس ان انت عملت المهمة دي، كده بقى الخفافيش دي يتخلص على كل الحيوانات وانا اللي امتلك الغابة. تحت امرك يا ساحرة، شفتي بقى انا طلعت قدها ازاي وعمالين يخلصوا على كل الحيوانات. برافو عليك والله، انت اللي تبقى بعد كده ايد اليمين، اتفضل كل الفلوس ده علشانك. ياه، كل ده علشاني؟ ده فلوس كتير قوي، ده انا هبقى غني بسببك. ها 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 ها. يلا يا سيمبا، خلينا نروح بسرعة علشان ما بوك مستني الاكل. انا مش عارفة الجو هادي كده لو مفيش حيوانات في الغابة. مش عارف يا ماما، انا برضو مستغرب قوي، حتى اصحابي كل ما اطلع عشان العب معاهم مش هلاقيهم، انا مش عارف هم مستخبيين فين كده. تعالى معايا يا سيمبا، تعالى. ايه ده؟ انت عاوز ايه؟ انت عاوز ايه من ابن سيمبا؟ سيبه سيبه يا ماما. الحقيني يا ماما، يا ماما انا خايف قوي، الحقيني يا سيمبا، الحقوني، حد يساعدني، حد ينقذ ابني يا ابني. مرهان ابو سيمبا بسرعة علشان ينقذه. شفت انا جبت ايه يا هالك؟ شفت انا جبت مين؟ سيمبا بحاله ابن ملك الغابة. يا سلام، انت ازاي قدرت تخطف الواد سيمبا ده؟ انا خفت اخطفه احسن يقتلني ولا حاجة، بس برافو عليك والله. بس انا دلوقتي انا شبعان، ايه رأيك كده تحبسه في القفص هنا على ما نجوع ناكله انا وانت؟ انا نفسي اكله معاك قوي. ايوه فكرة حلوة يا هالك، خليك محبوس هنا بقى يا واد يا سيمبا، على ما نجوع هنبقى ناكلك. ها 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 ها. حرام
حرام عليكوا، مش انتوا الابطال الخارقين، انتوا بقيتوا عاملين زي الخفافيش كده ليه واشرار، وكمان عاوزين تاكلولي واكلتوا حيوانات كتير، حرام عليكم، ده بابا بيحبكم، انتوا بتعملوا فينا كده ليه؟ بس يا ولد انت ما تتكلمش اي كلمه، احنا جعانين واحنا ما ناش عاوزين ناكل غير الحيوانات، وبصراحه مصدقنا نمسكك، اسكت احسن ناكلك كده واحنا شبعانين اصلا. يا ابو سيمبا يا ابو سيمبا الحق بسرعه، يا ابو سيمبا الحق، ابن سيمبا اتخطف مني، انقذه بسرعه. ابن سيمبا اتخطف؟ ابن سيمبا اتخطف ازاي يا ام سيمبا؟ وانت كنت فين؟ وازاي اتخطف منك؟ وقولي لي مين الحرامي اللي خطفه بسرعه؟ لا مش حرامي، ده خفاش على شكل سبايدر مان، انا مش عارفه هو سبايدر مان اتحول لخفاش ولا خفاش اتحول لسبايدر مان، بس المهم ان انا اللي كل عاوزين ان انت تنقذ سيمبا منه. خفاش وسبايدر مان؟ ازاي الكلام ده؟ هو سبايدر مان وتهالك تحوله خفافيش ولا ايه؟ وانا اسمع برضو ان فيه حاجات مشاكل في الغابه، بس انا مش فاهم الموضوع بالظبط، فكرت خفافيش عاديه. كل ده انا ماليش فيه، انا كل اللي ليا فيه ان ابن سيمبا يرجع لي باي طريقه يا ابو سيمبا احسن ياكله. حاضر حاضر يا ام سيمبا ما تقلقيش، انا رايح انقذهم اهو، انقذه منهم اهو. انت يا سبايدر مان وانت كمان يا هالك، انتوا ازاي قدرتوا تخطفوا ابن سيمبا؟ وكمان ازاي قدرتوا تاكلوا الحيوانات اللي في الغابه؟ انتوا ايه اللي جرالكم؟ مالكش دعوه يا ابو سيمبا، سيبنا في حالنا وامشي مننا احسن، ناكلك انت كمان، سيب لنا سيمبا يا ناكلك انت. وانا مش هسيبكم تاكلوا ابن سيمبا ولا تاكلوني ولا تاكلوا اي حيوان من الغابه من اليوم، تعالوا بقى خدوا. سيبنا سيبنا، حرام عليك سيبنا، يلا ادخلوا السجن بقى، اما نشوف بقى هرجعكم ازاي تاني لطبيعتكم، بدل ما انتوا عمالين تاكلوا كده في كل الحيوانات. يا بابا يا بابا انا خايف، كنت خايف قوي يا بابا، ده كان عاوزين ياكلوني لان هم كانوا شبعانين، والله كان زمان اتاكلتوا في بطنهم دلوقتي. ما تخافش يا حبيبي، لان هما ان شاء الله هيرجعوا لطبيعتهم، ما عادوش هيعملوا كده تاني، تعال معايا ما اروح عند القرد الحكيم واخليه يجي يرجعهم تاني. يا قرد يا حكيم، يا قرد يا حكيم، الحق الحق، انا واقع في مصيبه والغابه كلها، الحق سبايدر مان وهالك اتحولوا لخفافيش ما اعرفش ازاي، بس كل اللي انا عاوزه منك انك ترجعهم تاني لطبيعتهم. يا خبر ابيض، الابطال الخارقين بقى هما يتحولوا لخفافيش، يعني معنى كده ان الكلام اللي انا سمعته صح، وان هم كانوا عمالين ياكلوا في كل الحيوانات. تعال معايا يا ابو سيمبا بسرعه وانا هرجعهم تاني لطبيعتهم. اتفضل يا سبايدر مان ولا يا خفاش انت وهالك، كلوا الدواء ده بسرعه احسن والله نقتلكم. لا احنا مش هناكل حاجة يا قرد يا حكيم، هو انت مفكر نفسك يا ابو سيمبا؟ انت لو جبت لنا القرد الحكيم ده هتقدر تتخلص مننا ولا ايه؟ بقى كده يعني انتوا مش هتاكلوا بالذوق، يبقى تاكلوا بالعافية، يلا خد يا سبايدر مان وخد انت كمان يا هالك. اوه اللي بيجرى ده ايه ده؟ هو ايه اللي جرى؟ واحنا قاعدين في السجن كده ليه؟ هو في ايه يا ابو سيمبا؟ انا مش فاكر حاجه، وانت حابسنا ليه؟ يعني انت يا هالك انت وسبايدر مان مش فاكرين اي حاجه، والدمار اللي انتوا دمرتوه في الغابه؟ طيب خلاص ماشي، انا هحكي لكم على كل اللي حصل.